بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي برنامج شكل تاني، النهاردة معايا فريق جميل، عايزين نعرف ايه هو الثربان. تساؤلات كتيرة جدا جات لنا عن الثربان، مفيش حاجة اسمها مستحيل. مع الوكيل الحصري للثربان والأستاذة علا عادل، نورتينا. ازي حضرتك؟ نورتي البرنامج. أستاذة غادة نورتي البرنامج. أستاذة مروة نورتي الدنيا. أستاذة أسماء نورتوا الدنيا. ما شاء الله. عايزين نعرف إيه هو الثربان وإيه روح التعاون ما شاء الله اللي ما بينكم، والفريق ده اتكون إزاي؟ اتفضلي يا أستاذة علا. هو بداية المنشأ الأول كنا إحنا أربع دول، المغرب وتونس والجزائر ومصر، اتفقنا ان احنا نعمل حاجة تدعم الأطفال والمدربين في الحساب الذهني وفي بعض مجالات تانية زي تنمية المهارات والتنمية البشرية وبعض برامج مختلفة. يعني الثربان ده اللي هو ناس بتسأل كتير جدا، ده مؤسسة تونس عن اليوسي ماس اللي هو الحساب الذهني، حساب ذهني وتنميه مهارات. هو حساب ذهني وتنميه مهارات، تمام. البرنامج الاساسي فيها هو الحساب الذهني، بما اننا كلنا مدربين حساب ذهني. يعني كلكم يا استاذه اسماء استاذه مروه كلكم مدربين حساب ذهني، بس انتوا الوكيل الحصري. انا اعرف كده ان انتوا الوكيل الحصري المصري للثربان. انا الوكيل الحصري واحنا منسقين محافظات. انتوا منسقين محافظات وهي الوكيل الحصري لجمهوريه مصر العربيه. استاذه اسماء بقى، ازاي وصلتوا لبعض؟ عن طريق الاستاذه علا، هي اللي جمعتنا كلنا من كل محافظه، هي اللي وجهتنا، هي اللي دربتنا ازاي نشتغل مع الاطفال، وجهتنا ازاي نتعامل مع عقلية الطفل الصغير، ازاي نوجهه، ازاي نتعامل معاه، ندربه ازاي على اساس ان هو يبقى عقلية متفتحة، يعني تقدر تحسب عمليات حسابية، تنمي مهارات، يعني كذا حاجة. احنا مش شغالين بس كعمليات حسابية بس، لا، احنا بننمي الادراك عند الاطفال في كذا حاجة. يعني نقول يا استاذة مروة ان الثربان ده هو منهج اتدربتوا عليه، صح كده؟ بتفيدوا بيه الطفل، صح؟ هو مش منهج، هو برنامج لتنمية القدرات العقلية والذهنية للأطفال. استخدمنا فيه العمليات الحسابية زي الجمع والطرح والضرب والقسم والقصور، وبنخدم كمان المناهج الدراسية ان احنا نطور الذهن بتاع الأطفال وبننمي قدراته العقلية. الطفل اللي هو تأخر شوية طبعا بيزيد وبيتحسن بطريقة كويسة جدا، اما كمان الطفل اللي هو ذكي بيوصل لمرحلة العبقرية. انا دخلت المجال ده بخصوص يعني خاصة عشان خاطر بنتي، انا عندي بنت عندها تأخر شوية، فانا كنت بدور على اي حاجة تنمي قدراتها وترفع قدرات. من لان حتة ان هي تأخر عقلي دي كانت بالنسبة لي صعبة، فايه ادور؟ انا طبيعي كنت مدرسة رياضيات اصلا، فايه اللي يخليها ان هي تنمي قدراتها وايه يساعدني في ده؟ فبدات ابحث. المهم تواصلت مع استاذه علا، قلت لها ان انا قريت كتير عن الحساب الذهني بس مش معتمده من جهه معينه، فهي رحبت بالفكره الحقيقه، يعني مشكوره. انت نورتوني والله العظيم. تسلمي استاذه غاده، نورت الدنيا حبيبتي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. خدت الثربان او المنهج بتاع الثربان للاطفال ده ليه؟ هو في حاجه في الوقت الحالي دلوقتي حاليا السوشيال ميديا والخمول عن العقل في الجانب الايسر للاطفال نتيجه اللي هو تركيز قوي بشكل على الانترنت والتلفزيون او الحاجات دي، فده بيعمل خمول، ده بيعمل تنشيط للخلايا في الجانب الايسر للعقلي، وده حاجه مهمه جدا جدا في الوقت الحالي. ويا ريت ان احنا هنا برضو النهارده بننوه لاولياء الامور، بنلفت والله نظرهم للموضوع ده وبناكد عليه جدا، ان احنا في مرحله خطر مع الاطفال. صح. من 4 ل 14 ده بيبقى هو مفصول منعزل عن النت او عن التلفزيون، ودي شكوى، ودي شكوى دي بتعمل عندي، بتعمل له انفصال نقول عن العالم اللي حواليه خالص. انت بقى بتحاولي انت تنمي مهاراته. انا بطلع بيه بتركيز وبنمي التركيز لمرحله عاليه جدا، بخليه طب، بخليه بعد ما كان في مرحله الكسل والخمول بيتنشط عندي، بيطلع التركيز العالي قوي، فهو ده اللي انا بوصله عن طريق الحساب الذهني بتاعي. استاذه علا هي السوبر فايزر وهي اللي جمعتكم. هي اللي جمعتنا كلنا ما شاء الله. يا استاذه علا نورتي الدنيا. احنا اصلا محافظات القاهره. ما احنا هنقول دلوقتي ان الساده المشاهدين الفريق الجميل ده من محافظات مختلفه. استاذه علا منين؟ المنصوره. المنصوره احسن ناس. استاذه غاده كفر الشيخ. احسن ناس.
استاذه مروه من دمياط. الله جبت لنا مش عارفه كنت جايه ولا لا. استاذه اسماء من القاهره. من القاهره، نورت الدنيا والله. انا شايفه انتوا نموذج جميل والله. احنا نموذج، احنا في لسه محافظات، لسه في محافظات ثانيه كتير. طيب استاذه علا تشرحي لنا الادوات اللي معانا دي بتشتغلوا بيها مع الاطفال مش كده؟ كلكم طبعا زي بعض. كلنا بنشتغل بنفس الادوات. ده اللي هي الاداه الاساسيه بتاعتنا اللي هو الابقص بتاعنا. تمام. ده المفروض ان انا بعلم العمليات الحسابيه عليه للاولاد. ده زي المعداد اللي في اليوسي ماس. هو الحساب الذهني هو واحد. تمام. ده بعلم عليه العمليات الحسابيه للولاد، المفروض بالتدريج بسحبه منه وبيبدا. ممكن بس نطلع لي الكاميرا عشان الساده المشاهدين يكونوا معانا. تمام. بالتدريج بسحبه منه وبيبدا يترسم في دماغه، وابدا اعمل عليه العمليات الحسابيه بقى في دماغه بعد كده. تمام. برضو من ضمن الحاجات اللي عندنا التليجرام. تمام. التليجرام دي جديده بقى. دي اللعبه دي بتزود عنده نسبه التركيز والتخيل شويه. ما شاء الله. تمام. اوكي. هننزل بالصور برضه. اللعبة التانية دي برضه بيخش بيها مسابقات. ده مكعب روبيك. تمام. ده اسمه مكعب روبيك. مكعب روبيك. تمام. احنا المفروض بنديها له بجميع مراحله، يعني هو في 2 في 2، 3 في 3، 4 في 4. مبدئيا بنبتدي معاه بالثلاثة في يعني ثلاثة. هو ده بيستخدم كده. انا عايزه اقول لك ان انا ابني بنلخبطه ونحله. ايوه، ما انا ابني بيجيبها اصلا ما بنعرفش نعمله في الاخر بيرميها. بيبقى ليه قواعد، ليه قواعد معينه في حله. احنا بنلخبطه له وهو بنعلمه ازاي يحل. يعني ده ليه قواعد، يعني هو ما اتباعش كده. لا احنا جبنا ورا من بصراحه. لا ده ليه قواعد بصراحه، وعامل عليه قواعد الحساب الذهني. وليه حاجات كتيره، ده ليه اشكال تانية كتيره. في حاجه اسمها المرايه والهرم و17 و17. عرفت ان ده اصلا ليه استخدام قواعد بيستخدموا بيه. خوارزميات بنحلها بيه. استاذه اسماء بتشتغلي برضو بالادوات دي، واستاذه مروه كلكم تطبقوا نفس المنهج بمراحل. ودي زي كروت كده. دي كروت. استاذه اسماء ممكن تشرحيها؟ دي فلاش كارد بنبتدي ندرب عليها الطفل ان هو يشوف الكارت بسرعه ونخبيه، وهو يبتدي يلقط الذاكره الفوتوغرافيه عنده. يعني دي استاذه غاده للذاكره. للذاكره الفوتوغرافيه. بنشغل عنده في المخ برضو الجزء بتاع الذاكره الفوتوغرافيه، ان احنا بنوري له الكارت بارقام. استاذه مروه بنفس الطريقه بتشتغلي بيها؟ ايوه، هي بينزل لها مراحل. بنبدا الاول الحساب الذهني على العداد. يعني انتوا عندكم طرق يا استاذه مروه بتمشي بيها؟ بالظبط، هو برنامج بينزل لنا وطبعا بتعليمات استاذه علا، وبنبدا نطبق مع الاطفال طبعا من سن، بنبدا من سن 4 سنين او 5 سنين لحد 14 سنه. فكل سن بيناسبه، كل مرحله دراسيه بيناسبها حاجه معينه. دي كلها تهدف، وكمان حسب القدرات بتاعه الطفل. يعني انت بتشتغلي جنب المعرفه والادراكي للطفل والتركيز العالي جدا، هو ده اللي احنا عايزين الهدف منه، الهدف الاساسي منه. استاذه علا بقى السوبر فايزه. انت ما شاء الله جميله، وقدرتي تعملي حاجه روح التعاون اللي احنا اصلا مفتقدينها دلوقتي في زماننا. الصراحه هم مساعديني جدا، يعني احسن مدربين. هم ما شاء الله عليهم. يعني انا عايزه اقول للساده المشاهدين، قبل الهوا كان في بينهم الله اكبر مرح وضحك وحب ما شاء الله. استاذه علا، يعني جات لك الفكره دي منين، او انت خدتي التدريب اصلا منين؟ انا يعني بدايتك انت بقى اللي جمعتي الفريق وعملتي، وانا عرفت منك قبل الهوا ان في محافظات كتيره ومسافات بعيده جدا. انت بقى البذره يعني الاولانيه. الفكره قلت لحضرتك ان احنا كان مجموعه من دول عربيه، مدربين من دول عربيه، اتفقنا ان احنا نعمل حاجه تدعم المجال ده. تمام. عملناه، حاولنا ننفذها. طبعا انا مسكت هنا في مصر، كان لسه الموضوع كان لسه في الاول. بدات احاول انشره، مثلا اكلم استاذه غاده عاوزه تتدرب، هتتدربي وهتشتغلي بالمنهج. استاذه اسماء هتتدربي وهتشتغلي بالمنهج. استاذه مروه وهكذا. تمام. يعني انت خدتي المنهج الاول. المنهج مشترك بين مصر والمغرب وتونس. مصر والمغرب وتونس. المؤسسين اصلا مصر والمغرب وتونس، انا من ضمن الاعضاء المؤسسه. ما شاء الله. احنا عملنا يعني مسابقات على فكره. انا من ضمن المؤسسه. مسابقات وعملنا اكتر من مسابقه. يعني احنا عملنا 4 مسابقات مستوى جمهوريه. 4 مسابقات ومسابقه عربيه، دي كانت اونلاين. دي كانت من حوالي شهر طبعا عشان ازمه الكورونا وكده. عدتوها ازاي بقى؟ اونلاين طبعا. كلنا وقت الازمه واحنا كلنا بنشتغل اونلاين. كلنا وكل المدربين والمدرسين توجهوا للاونلاين في فتره الكورونا. دلوقتي ابتديتوا ترجعوا؟
لا لسه ان شاء الله برضو. طب انتوا قبل الكورونا كنتوا شغالين؟ كنا شغالين ايه بقى، نظام جروبات مثلا بتدوا كده ولا اكاديميات ولا ايه؟ اكاديميات ومراكز. اكاديميه ومسابقات اللي عملناها، بس انا بنوي لها ان شاء الله كانت فوق 3000 طالب من في المسابقات دي. طب تطلع والمسابقه الجايه ان شاء الله في شهر 11 دي هتبقى فيها حوالي، لا احنا هنيجي وهنصور. لا ان شاء الله يا الله يا شهر 11 اللي جاي ان شاء الله. بصراحه انت تجربه يعني فريده من نوعها بصراحه. يعني انا لما اعلنت على صفحه البرنامج ان الوكيل الحصري للثربان وكده، جات لي تساؤلات كثيره جدا. ايه هو الثربان ده وبتستخدموه في ايه؟ يعني ايه بجد والله العظيم كم اسئله كبيره جدا. فدلوقتي احنا بنبين للساده المشاهدين على النور ان شاء الله، يعني بنعمل الفكره على النور. يعني الهدف ليك استاذه غاده، يعني انت شايفه ان الطفل بالمنهج ده هيوصل؟ طبعا في الوقت الحالي دلوقتي احنا الهدف مننا ايه؟ انا بس عايزه انوه لولي الامر ان الطفل او الابن هو الثروه الحقيقيه ليا، فانا لازم انمو بيه حاله، فلازم ارقى بمستوى التفكير بتاعه، ما بقاش بقى في الركود اللي احنا فيه والمستوى اللي احنا شايفينه دلوقتي. فلازم الام بالذات، واحنا يمكن حوالي 90% كلنا بنشتغل امهات، فهي طبعا بتروح سايبه له الموبايل فلا وخلاص، لا فده مش الاصح خالص، ده مشكله كبيره جدا بنعاني. اوجه بقى سؤالي استاذه مروه، بيقعد قد كام شهر؟ في ليه مده معينه؟ يعني المنهج بيخلص في حاجه معينه؟ هو البرنامج ليفلات 12 ليفل، الليفل من شهرين لثلاث شهور، بنحدد حسب قدرة الطفل اللي قدامي. احنا بعد ما المستوى بيخلص بنعمل اختبار تحديد، يعني انجاز المستوى. لا اختبار انجاز، فبيبقى عدد معين من المسائل في وقت محدد، لو تمهم يبقى احنا كده خلاص وتتنقل الليفل اللي بعده. استاذة اسماء، وصلت لحد ليفل كام مع اولادك؟ في لحد الليفل الرابع. انا يعني شغالة معاهم بصراحة، ممتازين، بيبقى الشغل معاهم ممتع ويعني بيبسطوني. انا حاجه بنحببهم اول في البرنامج، يعني ازاي ما هو لازم يحب. دخلت ازاي تتعاملي مع الطفل اصلا وتشديه من الحاجات اللي هو متعلق بيها، بتخليه يحب ده. هو لو حب وتعلق بالبرنامج خلاص، أكيد يعني حتى طبعا. اولياء الامور تقول لا احنا داخلين على الدراسه، لا هينشغل بالواجبات. لا ده بالعكس، ما هو البرنامج ده بيساعده بعد كده ان هو يركز ويذاكر ويبقى بالزبط. ليه كتب يا استاذه علا البرنامج ده؟ ليه كتب بتتباع فين ولا انت من خلالك؟ انت بتبقى من خلالي للمدربين اللي معانا. انت الكتب من خلالك بتوزعيها للمدربين والمدرسين والولاد اللي طبعا البرنامج بتاعنا. حضرتك استاذه غاده، وصلت ليفل كام مع اولادك؟ الخامس. ما شاء الله جميل قوي ان طفل 100 مساله في 8 دقائق من نتل وابيكوس اللي هو الحساب الديني يقدر يحل قد ايه يا استاذه علا؟ 100 مساله في 8 دقائق. المسابقه بتاعتنا 100 مساله في 8 دقائق. زي مثلا البرامج اللي هي العباقره ويحلوا حاجه تبهر، يعني ما شاء الله حاجه ما شاء الله. طبعا انت اصلا كمدربه بتبقي مبهوره جدا في شغلك، الطالب بيبقى بيفرض عليه نفسك. ايوه فعلا، بيبقى مخليك انت اصلا. يمكن احنا ككبار ما بنقدرش نوصل لكده. ما على فكره هو الطفل اصلا يعني ذكي جدا، عايز اللي ينميه واللي عنده ثقه في نفسه لما بيلاقي بيحل بالمستوى ده. واصلا عقده الولاد كلها الصغيره الرياضيات، وقت ما يقول مدرس رياضه بتلاقيه كده ينقبض. هو بيعتمد على التخيل الاول بعد كده بيتعامل كتمهيد يا استاذه علا. صحيح استاذه غاده، هو بيتعرف على الخرزات وبعد كده بينقل ويتخيلها. انتوا اصلا في قواعد ماشيين كل ليفل بيدرس كذا وما بيعديش الليفل اللي بعده غير لما هو يكون اجتاز عشان الاستعانة. صح كده. بتتمني الايه في الاتحاد العربي للثربان؟ اتمنى ان هو يكبر اكتر ان شاء الله، ان شاء الله. واتمنى المدربين ان انا اشوفهم دوليين، مش ان شاء الله مش على مستوى الوطن العربي. عايزه اقول لكم بس والله العظيم، يعني مفيش حاجه اسمها مستحيل. لا اكيد، يعني مفيش حاجه بعيده عن ربنا. طول ما انت بتجتهدي وبتشتغلي وبتتعبي ربنا اكيد هيوصلك للي انت عايزاه. طول ما انا بدي صح ربنا هيكرمني بصح. صح يا استاذه غاده ولا لا؟ فاحنا لازم نتعب في حياتنا عشان نوصل. المنهج بيعتمد على الحساب وعلى الادراك. اكيد الجوانب المعرفيه والادراكيه للطالب ده اكيد، ده الهدف بتاعنا، ده الهدف بتاعي. بنتك استفادت الحمد لله وبقت كويسه؟ طبعا بتتطور، يعني هي دلوقتي وصلت لمرحله ان كل اي حد بيتعامل معاها مفيش اي حاجه. يعني لا، الموضوع التاخر ده بقى احسن. طبعا يعني انا اقول استاذه اسماء، يعني لو ابني متاخر في الدراسه او صعوبات تعلم ينفع معاه المنهج ده يا استاذه اسماء؟ اكيد ينفع معاه ويطور
بيرفع منه جامد في المستوى الدراسي وفي يعني في المستوى الادراك العقل عنده كمان. بيرفع منه جامد. طب ده بيزود الادراك الحسي يا استاذه مروه؟ هو بيعتمد. بصي احنا بنشتغل بالفصين الدماغ, بنشتغل على ان احنا ننمي فصين مخ عند الطفل. الفص الايمن للطفل له وظايف, والفص الايسر له وظايف. فتخيلي حضرتك هو لما بيشتغل بايديه الاثنين وبيحسب, انت بتشوفي الاطفال الصغيرين قاعدين يعملوا كل جنبها, هو ايه ده؟ احنا كده بنشغل فصين الدماغ مع بعض. الذاكره التخيليه والابداعيه والتصوريه والفوتوغرافيه والحساب والقراءه, كل ده بيشتغل في نفس الوقت, فالقدره بتعلى طبعا, فبتوصل وبنحقق نتائج مبهره جدا مع الاطفال. بنعزز والحواس السمع دايما بيسمع ويخزن ويحسب. نشتغل نديله الاوردر للطرب وهو يشتغل عليه. طب هو, طب انت اعمله لوحدك. طب ده احنا بنشغل الحواس, بيبقى فيه طبعا اتصال بصري بقى, اهم حاجه بقى الثقه في النفس. الثقه في النفس بيطلع بقى ان هو خلاص ما عندوش اي مشكله. وقتي خلص. فريق جميل بجد والله العظيم, نورتوا برنامج شكل تاني, نورتونا, ويا رب مزيد من النجاح والتقدم والتالق. قبل ما اختم عايزه اقدم اهداء أستاذة ابتسام بسيوني بعتها لبنت أختها إسراء أشرف بمناسبة خطوبتها ونجاحها في الثانوية العامة. كنا لازم نقدم لها الإهداء ده. عايزة أقول ما فيش حاجة اسمها مستحيل على ربنا. إن شاء الله انتظروني في الموسم الجديد. إحنا النهاردة ختامها مسك مع الفريق الجميل. الموسم الأول بتاع برنامج شكل تاني انتهى, وانتظروني في الموسم الثاني إن شاء الله بمفاجآت كتيرة جداً. ويا رب نكون افدناكم واسعدناكم, ويا رب اكون ضيفه خفه عليكم, ويا رب مزيد من النجاح وتفوق الاتحاد العربي للسربان. نورتوني. حلقه جميله بجد, ويعني بجد يعني الوقت كان قليل, عايزين اكتر واكتر واكتر. ان شاء الله اشوفكم على خير يا حبايب قلبي, ومزيد من النجاح والتفوق, واشوفكم بقى دوليين ان شاء الله. انتظرونا في برنامج شكل تاني في الموسم الجديد.